FM. الكلمة ليك. أكتو فيسبوك. صباح الخير نزار، صباح الخير نادية سراجي، صباح الخير هبة أمال، الناس اللي يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله ديما متفائلين فرحانين هكا ولا سراجي ومع التنبير بيان سور برجاء وأمل دائما وأبدا ان شاء الله. دونك نبداو مع المنيو. ايش فيه اليوم؟ فيه كافون، فيه الهشمي الحمدي، وفيه شويه مصر. كافون وهشمي بعضهم هكا عبير ثمانيه غير بعضكم. في تصريح مثير جدا الاستاذ كافون، قال لك انه المواقف السياسيه كفنان هو مواقف وتنجم تتبدل مع الحزب ولا مع الظروف الاقتصاديه اللي جيب الحزب اللي استدعاه. دونك عادي بسوم فيسبا يغني ثلاثه اغنيات، بسوم كهرباء ينجم يلملك برشا شباب ويربحك في الانتخابات، وكل قدير وقدرها باش نسمعوا كافون. لا ما ندمش خاطر ما نكذبش عليك، غنيت شريط كهرباء من بعد ما فهم واحد يندم، كنت بلا كهرباء غنيت شريط كهرباء. ايش بس نندم؟ أظهرتني وأظهرتني. على شنو بس نندم رسمك؟ ايش لهالدرجة إنسان مادي؟ لهالدرجة إنسان مادي؟ أنا مادي، لي مانيش مادي عيطوا لي غنيت تدي دن 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 خلي نسيت يورا واحد، شنو رأيك؟ قضية عطاك. أموري حق كهرباء نقط. فور دي فيستا 2010. دي دن دي دن. يربح كرهبة بعد ما غنى في الحملة الانتخابية تاع البيجي كان شي حبيب رقيبة هو وسمير الروسيف برشا فنانين عمل كرهبة كفو صح لي ها ويش تعرف هكا سيراجي معقول هكا سيراجي ماني ما رد بالك فنان من الفنانين المعروفين يقولها هذه كافون كل شيء مقبول اما خابوك لو كان لوتي بوشنيخ يقولها يا عميل الاستعمار والرجعية يا بيوع بتاع المناشدة يا مناشد نقبلهم عند رابور ونقبلهش معند فنان ما يسمى بالوتري ولا فنان كبير سيراجي اي هذا كما معتبر على خاطر فنان العائلة وعلى خاطر لوتي بوشنيخ تبارك الله عليه لوتي هالأيامات احتفل بعيد ميلاد 60 و61 ويغني تو 40 سنة ويحبوه برشا الناس عاد نعرف كافون يعمل كي كل شيء هذوم الكلهم ما عادش لهم وجود وما عادش في تسمع بيهم ويتكلموا على عالم مات وانقضى وكذا اي اما الاخر لطفي ذا لي 40 سنه يغني وموجود صح والعروسات نتاع الصيف قاعده تستنى فيه وان شاء الله فرحه دائمه ان شاء الله فرحه دائمه دونك باش كافون ما حكيش كان على الفلوس، حكي على رايو، اعطى رايو هو كفنان في البيجي قايد السبسي كرئيس جمهوريه باش نسمعوا. سي البيجي رئيس دولة ولا لا؟ فما ما يحبش البيجي، أنا واحد من الناس نحبه شيخ علي وبابا يرحمه يحبه، قال لي هذاك نعرفه من قبل وكذا. راجل كبير مكركب كي استدعاني ما نمشيلوش، نقول له ليه؟ راجل كبير مكركب استدعاني ما نمشيلوش قول له لا بالحق ما تنجمش تعلق سيراجي نحسك ما تحبش تعلق خاطر هو خاطر معناها حس ما فهمناش عندي انا كافون اللي تعدى في مهرجان كارتاج له الحق في كل شيء ان شاء الله يدوموا برا خاطر قانون الموسيقى يلزمك تدوم يلزمك تعجب الجمهور كل عام اكثر فاكثر ما يلزمكش تجي هكا ميتيوريت تعمل كيما كيما الوحده كيما الكوميت نجمه نجم القطبية نجم القطبية ربي عينو ربي عينو ربي عينو ان شاء الله ان شاء الله ملتقانا العام الجاي ان شاء الله في كركوبة اخرى اي دونك هو يحب البيجي مش على خاطر قال بابا يرحمه كان يحبه ما فماش علاش ما نحبوش الرئيس وهو كبير ويستدعاني مش على خاطر فلوس اللي خذاها ولا خاطر الكهرباء اللي شراها فلوس اني دي نمشي شوية باش نرتحك باش نعمل لك بوز نمشي لمصر وبعد نرجع للبيجي اي رتحني شوية دونك بعد الثورات العربية وما يسمى بالربيع عربي رينا العجب في الإعلام كما رينا العجب في الإعلام التونسي مع سي علي ويا ماما يا ماما رينا نوادر أخرى في مصر اللي زادة ما همش مقصرين البارح بنت الفنان الكبير محمود ياسين ونذكره تعرفوا سي محمود ياسين نزارك بالطبيعة يعني. محمود انت تعرف سمحني جزء قصت عليك الفيزيون بين صوت أم كلثوم وصوت محمود ياسين عشان نذكرها كل تعملت كل كاسات دار تقبل محمود ياسين يلقي كشار أم كلثوم تغني عاش تعرف وزاد صغيره دونك محمود ياسين عنده طفله ما شاء الله عليها اسمها رانيا هي اعلاميه زميلتك نزار مرزوق كيف كيف رقدت قامت استضافت منجم ولا سحار ولا عزيم الحاصل هو يحضر في الارواح لطفي ربي مصر عيفه تاع مصر يعني بحضر الأرواح من فضلك من المتوفين الكل اللي في مصر الله يرحمهم اختار باش يحضر روح شكون؟ أنور السادات الرئيس السابق أنور السادات اللي قال تكلم أنا حفرمهم أنا حفرمهم أولاد الحرام
شكون فكر هذه ثورة الخبز اللي عنده. خذا الكلمة في الإذاعة المصرية يستناه الرئيس أنور السادات الرئيس الحكيم خذا الميكرو قال أولاد الحرام حفرومهم نردهم على الحم مفروم معناها قاعدة في التاريخ. كانت مرته اسمها جيهان جيهان السادات جيهان 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 يمل كذا غليتي السكر والبوتاجاز. تفضل واصل سامحنا عبير قاسين عليك قدام مرماش باش نتكلموا تفضل. من متوفين كلكم دونك حضر كان روح الرئيس انور السادات وتكلم باسمه وقال وجه رساله للشعب المصري باش نسمعوا واش قال. رسالة الزعيم أنور السادات وحشتوني يا أولادي عاملين إيه من بعدي؟ أنا اتقتلت بدو زي ما رئيسكم اللي جاي هيتقتل بدو وسط دقيقة واحدة يا أخي اتقي الله زي ما رئيسكم اللي جاي اتقتل بدو رئيسك جاي مين؟ واتقتلت وسط أولادي في الجيش ربنا يستر على مصر وخلي بالكم من اللي جاي ومن حدودكم الجنوبية لأنها هتتاخد منكم واحذروا رضي الإخوان لأنهم هيجيبوا رئيسهم تاني وفيهم كلاب تاني وبعدين مفيش حاجة تانية هتحصل تاني تماما بس خلي بالكم من اللي جاي انتظروا حسن لأنه جاي عن قريب حسن اللي بالحسن موصوف جاي لكم حسن الشيخ حسن يعني لا مش حسن يعني لا اكيد حسن اللي بالحسن الموصوف جاي لكم عن قريب فهو اللي انتم منتظرينه. طب يعني حضرتك دلوقتي مع حسن بالحسن موصوف انا ما اعرفش يوصل دي عاديه جدا اي حد ممكن يقولها لا هو قال ضد الامن القومي يا استاذ هو انا بجيب رساله هو في عالم الارواح لا اكمل انا لا اكمل هو في عالم ثاني مطلع على عالم الحق هم بيشوفونا مطلعين على المستقبل وبالتالي بيقول خلي بالكم من فضلك يا استاذ دونك قال لك اللي فما معناها تكان باغتيال الرئيس السيسي الحاجه هذه معناها الراجل دخل الجيش المصري والرئيس والسلطات والبلاد الكل في حيط الشيء اللي خلى الشيخ اللي ريناه قريب ينطق عليه وبنت الفنان المحترم عجبها الكل ريناه في الفيديو تبتسم في بالها اللي هي عملت البوز وكل حاجات اللي نعرفوها الكل معقول سراجي حاجات هكا في التلفزة معقول كل شيء وارد كل شيء وارد الحمد لله جنات وعدنا نظل راني هنا في الورتين بتاع مصر تصور لا البرنامج ذكرنا ب يا ماما نفسها معنا شوية أرواح حلوة الأرواح الدنيا الأخرى الدنيا الأخرى الشياب عنا يقولوا الدنيا الأخرى اللي فيها العبيثة وفيها الأرواح متاع الموتى وفيها كل شيء نعرف الأرواح في باب الخضرة بحث القوس تم اللي يبيعوا الأرواح يمين وكسار سيراجي مشوية معهم كلوة هذيك الأرواح نعرفها كابا فان الكلمة ليك